يا استاذ ان مجموعه من الطلبه منا للصحيح يريدوا الحفاظ على اسئله حول هذه الظاهره غير صحيح التي تصدر داخل المؤسسه التعليميه بالمغرب خاصه باسم اول سؤال طرحه يا استاذ ما هي الاسباب التي تدفع عن الفئه من الشباب للتعاطي لهذا المخدر المسمى بالمغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة بهذا اللقاء وفعلا احنا كيفرحنا هاد الشباب اللي كيقوموا بهاد الانشطة هادو مع جمعيات او مع اساتذة، وهذا اللي كيخلينا حتى حنا نقوموا باعمال ونقوموا بانشطة مع فئة من الشباب تيعانيو من هاد المشكل هذا. راه انا غنجاوبك انت رقم بعض الحالات كانوا عندنا، فجاتنا الفكرة انا وبعض الصديقات ديالي في الحروف الارض كنلاحظوا خاصة كنكون في الدست ديال تأثير المخدرات على الجهاز العصبي، كنلاحظوا أن التلاميذ كيهتموا بزاف في هذه النقطة هذي، ألوغ شنو كانوا كيتعاونوا معنا، أنا عطيتهم غير فكرة مجازة، فكيتعاونوا معنا كنقول لهم مثلا بعض الأعراض ديال تأثير المخدرات كيفاش كتكون هذا، وكنقول لهم إذا كان هناك بعض التلاميذ معاكم يعانوا حاولوا تقولوا لنا، ألوغ غادي من عدة سنوات إلى مع سنوات فتعاونوا معنا باش نحاولوا نفهموا معاهم نحاولوا نفهموا ونحاولوا حتى ما كانش حيله بالدرس انهم في السوق انهم يلقاو حل الحاله ديالهم، وفعلا جات هاد المناقشه معك عن جات النتيجه كانوا كيتعاونوا معنا التلاميذ كيقولوا لنا فينا كاينه التلميذ الفلاني راه كاينه في المخدرات، انا واحد السنتين طلعنا كل واحد خير في انسان انا غنعطيكم حالات من بعد الاسباب ربما غتحاولوا تهما بنفسكم الحاله ديال الانسان شنو كنديروا ماشي مشكل تكون كتاكل مخدرات او تاخذ مخدرات خاصة مدينة مع التلاميذ سنة ثالثة تقول ماشي مشكل تاخذ مخدرات ولكن مشكل انك تمد هاد الاخ ديال المخدرات وبالتالي كتصبح مدمن او كاين عاطي المخدرات كاين بداية كاين شخص اللي كياخذ غير واحد الكمية قليلة ممكن لا يمشي يدوخ او تعرف على داك المعجون او المادة من بعد كيتوقف ولكن هذاك عنده العزيمة باش يتوقف ولكن كاين اشخاص اخرين تلاميذ اخرين كيبقاو كيقولوا غنشوفوا شنو التأثير نشوفوا هذا ربما نخرجوا من المشاكل ربما كيف فكيما لا شنو كتولي الحالة كتولي الحالة ديال فقط التذوق الحالة خاصة إلا بقى في سنة أو أكثر فكيبقى يتعطى كل الأخر فشنو درنا حاجة ديال الصاص قلنا لهم حنا بغينا نساعدو التلاميذ اللي عندهم مشكل في الحق ديالهم المديرات جاو عندنا حالات ما نقولوش عليكم على طريقة فجاو عندنا حالات فعلا كيقولوا لنا في السنة حنا تنقولوا المديرات درنا حالة ديال الصاص من خلال هذه الحالة غنعطيكم التفاصيل كلها فأول حاجة شفويا تنعطيهم اوراق تيكتبوا لنا من خلال ديك الاوراق او الحصه الاولى تيكتبوا لنا شنو المشاكل شنو الاسئله شنو هذا اول حاجه كان واحد التلميذ قال لك انا ما عرفتش شنو هي ديالي ما عرفتش السبب شنو كندير انا شنو الهدف ديالي في الحياه عرفت ناخذ هذا السبب تنحاول ناخذ من بعد شنو نحطو هذا السبب هو ما عرفش راسو علاش جاي المدرسه عرفش الهدف ديالو من هذا كاع شنو وقع في هذه الحياه سبب ثاني سبب تيكون هذا سبب وتيكون السبب اللي غادي نسميه لكم سبب مباشر ولا سبب مباشر شنو هو السبب المباشر؟ كيكونوا جماعه من الاصدقاء تتلاقاو مع تلميذ تقول له شنو الضوء انت عرفتي كيعطي تاثير هذا تيعطيو هذا سبب مباشر تيعطيو يدور فانا الا كانت العزيمه عندي الله يطلع عليهم ونقول لهم لا فكيقول لهم لا ما كانش فيه وتبداش كتشوف هذا سبب مباشر السبب المباشر الثاني اللي هو اخطر من هذا وربما عنده نفس الدرجه هي الاشخاص اللي الهدف ديالهم هو ربح المال وخاصة تجذبوا المخدرات بجانب المؤسسات فهذا عنده علاقة مع الأول اللي تيجيو عند المدرسة ولا تيكونوا هما كانوا الأشخاص اللي بغاو يدخلوا تيجيو عند المجموعة اللي كتبيع المخدرات اللي كتاخذ المخدرات وتيجيو هما عند التلاميذ لاحظتي العلاقة الإيجابية مسار ألو هذه مباشرة حنا مثلا شنو كنقول لنا كاين أشخاص كيجيو كيبيعوا المخدرات وتيمشيو كيجيو عندهم وكيبداو إذا كانت جوج حالات ديال الحالة المباشرة يعني الشخص كيجي عند